السلام عليكم. قصة جريمة غامضة جدا حصلت في الكويت في سنة 2001، وتحديدا فيها الشارع هذا في سوق الفحيحيل. شو اللي حصل؟ مجهول طلع على واحد كندي ومعاه زوجته فلبينية. كندي عمره تقريبا 37-38 سنة، وزوجته 35 سنة. طلع عليهم بمسدس وأطلق عليهم النار 5 طلقات. 5 طلقات، طلقتين أصابت رأس الكندي توفى على طول، وطلقة واحدة أصابت كتف زوجته الفلبينية. انقلبت الدنيا طبعا. احضروا رجال الأمن والمباحث والأدلة الجنائية ورفعوا الجثة وطوقوا المنطقة. هذه أيامها الأحداث كانت في 2001 شوية أحداث متوترة، خصوصا موضوع الأمريكان مع الأمريكان وقصفهم حق أفغانستان وظهور بعض الإسلاميين، يعني المدافعين عن الأفغانستان وجمع التبرعات، وكانت في أحداث شوي متوترة أيامها. فقالوا هذا كينيدي بعد أجنبي، يعني يمكن الموضوع متعلق في نفس القصة هذه، إنه يعني استهداف الأجانب. المهم ما حكموا على القصة من أولها للحين، ما بدأوا التحقيقات. أنا ليش أقول لكم القصة هذه؟ هذه القصة بعطيكم من النهاية، أنا بكم أنتم بنفسكم تحكمون من القاتل، لأن هذه الجريمة الوحيدة اللي حصلت في الكويت الفاعل مجهول. جريمة قتل أقصد، يعني الفاعل في النهاية مجهول، مع أن في كثير متهمين في القصة، وأنتم أبيكم اللي تفكرون في القصة هذه شلون يتم حلها، ومنو تعتقدون هو الفاعل. المهم أول واحد تم القبض عليه كويتي، إمام وخطيب مسجد، والرجل كان يعني على حسب الدعاء اللي يعني رجال مباحث إن له نشاطات في دعم أفغانستان وجمع التبرعات، وكان متشدد في موضوع ضد الأجانب من الحكي هذا، علشان كذي توجهوا وألقوا القبض عليه. زين ليش ألقوا القبض عليه؟ ليش معنى هذا؟ لما رفعوا الجثة وحالوها للطب الشرعي، وأحالوا كذلك زوجة الكندي هذا للمستشفى وعالجوها وخضعوها للتحقيق، قالوا لها منو اللي أطلق النار عليك؟ قالت هذا في واحد لابس دشداشة، تقصد يعني كويتي، يعني إنه كويتي وملتحي، ولما أطلق علينا النار قال الله أكبر. هذا على حسب الادعاء اللي ذكروه في تقرير النيابة واللي انتشر في الصحافة. لذلك رجال الأمن على طول، هذه شاهد عيان، يعني تقول ان هذا رجل ملتحي واطلق النار قال الله اكبر، قالوا خلاص هذه عملية ضد الاجانب وفيها متشددين. كان اول متهم وتطابقت عليه جميع المواصفات هو هذا المسكين الامام والخطيب، وعشان نشاطاته اللي كانت يعني غير قانونية بالنسبة حق الكويت، انه يدعم جهات خارجية وكذا، القوا القبض عليه، حطوه في عرض طابور بعد 2 أسبوع من ضبطه، وخلوا الفلبينية تشوفه، يعني في عرض طابور يسمونه عرض متهمين، يعني حطوا مجموعة من اشخاص ما لهم علاقة ويخلونه بينهم. الفلبينية قالت هذا هو. هني قالوا خلاص انحلت القضية، وفعلا صرحت وزارة الداخلية ان تم كشف حل القضية وتم القاء القبض على شخص كذا كذا، قصته كذا.
يا جماعة بعد 10 أيام من ضبط هذا الرجل، وطبعا تعذب الريال في التحقيق والأسئلة والحجز والاتهامات، والعالم كلها تعتقد أنه هو المتهم، بعد 10 أيام تم الإفراج عنه. ليش؟ قالوا يبا هذا ما له علاقة. شلون ما له علاقة؟ والضجة اللي صارت عليه. قالوا لا مو هذا المتهم، لأنهم اكتشفوا قصة جديدة، متهم جديد. من المتهم الجديد؟ قالوا ان الفلبينية هذه نفسها هي المتهمة، الزوجة هي المتهمة. شون؟ قالوا هذه لها شركاء فلبينيين وكلهم يشتغلون بالفنطاس، يعني في نفس المحافظة، محافظة الأحمدي، اللي يشتغل بسكن، مجمع سكني، اللي يشتغل مدروين، وكانت متفقة وياهم ان يقتلون زوجها علشان هي تستفيد من بوليصة التأمين على الحياة. فعلا اكتشفوا انها كانت مسوية بوليصة تأمين للحياة بقيمة $80,000، طبعا مو في الكويت، لا في كندا. فهي تبي تثبت وفاته في الكويت علشان تقدر لما تروح كندا تاخذ بوليصة التأمين على الحياة. فقالوا أكيد هذه الفلبينية وراء مقتل زوجها. ما في مشكلة، حققوا معاها، ما في شيء يثبت. وين المتهمين شركائها؟ قالوا 5 وإهي السادس، لكن السابع منحاش. منو السابع هذا؟ واحد انحاش، راح لما تشيكوا عليه لقوه دخل السعودية، وبلغوا السلطات السعودية وألقت القبض عليه، وقالت لهم السلطات السعودية ما عندنا مشكلة نسلم لكم، بس لما تثبتون الواقع صحيحة نرسله لكم. قالوا أوكي كلام سليم. بدأت التحقيقات معاهم وكذا، يعني في متهم رئيسي فيهم والباقي يعني مشاركين، يعني اللي ساعدوه. هذا في أول درجة، أول حكم، أول درجة تم الحكم عليه بالمؤبد. وهني صرحت وزارة الداخلية مرة ثانية وعلى لسان وزير الداخلية أن تم فك حل قصة مقتل الكندي، وأن القاتل فلبيني وتعاون مع زوجته، وأن المتهمين عددهم 5 أشخاص غير المتهم الرئيسي، واحد فيهم في السعودية وراح يسلمونه لنا. من الحكي هذا هني طبعا على مدها، يعني كل 5 أشهر 6 أشهر تتضح حقيقة جديدة في الموضوع، هني خلاص انتهت الموضوع. لو أنك تتابع القصة راح تعقد، لأن كل ما تقرأ خبر تلقى تفاصيل جديدة في الموضوع، متهم يتغير. أول حكم المحكمة حكمت على المتهم الرئيسي بالمؤبد وخلاص لبست القضية، انتهى الموضوع. في الاستئناف كانت صدمة مدوية أن هذا الفلبيني بريء، وأن الزوجة كذلك بريئة. ولا والحكم والاستئناف برأ المتهمين وأفرج عنهم بعد، وأيد الحكم هذا التمييز. الناس تعقدت، يعني لا الكويتي هذا الإمام والخطيب هو القاتل، ولا قصة الفلبينية وسالفة التأمين على الحياة والفيلم اللي صار هذا هي السبب. من اللي قتل الكندي؟ لا تبون صدمة اللي أكبر من هذا؟ الفلبينية بنفسها، الحين قصة صارت ب 2001، 2006 رجعت، طبعا خلاص قيدت ضد مجهول، إلى الآن إلى اليوم ما هم عارفين منو القاتل الحقيقي. ليش تم تبريء الفلبيني مع أن كانت الأدلة كلها ضده وكذا؟ لأن أصلا سلاح الجريمة لم يتم العثور عليه، وكانت براءته مستندة على عدم اكتفاء الأدلة. سلاح الجريمة ما تم العثور عليه إلى اليوم، اللي هو السلاح المسدس هذا. بالإضافة لأن الفلبينية في 2006 كذلك رجعت ورفعت قضية على وزارة الداخلية وعلى دولة الكويت علشان تأخذ دية زوجها مبلغ 10,000 دينار.
الموضوع معقد جدا أنا عارف، لكن هي الجريمة القتل الوحيدة اللي حصلت في الكويت لم يتم معرفة القاتل الحقيقي، وكانت هذه نهاية القصة إلى اليوم. وقبل لا أختم معاكم اليوم، على السناب ذكرت قصة الطفل اللي فقدوه أهله أيام غزو على الكويت في سنة 1990، واللي قعدت أدور عليها أكثر من 3 أشهر، لكن قصتها كانت جدا جدا عجيبة وغريبة. أرجو أنكم تتابعونها على السناب، وإن شاء الله أنا راح أرجع أنزلها بعد ما تكمل فيديوهات معاي، فيديو كامل أنزله إن شاء الله على اليوتيوب. وفي أمان الله، مع السلامة.